الفنان العصامي أعماله الفنية والمبتغى مشاركتها مع الزوار من أبناء المدينة والسياح. دار الفن البقيع غادي يكتشف مجموعة ديال كل ما يتعلق بما هو فني. إذن يوجد رواق فني، عرض لوحات تشكيلية على جميع أنواع ديال اللوحات التشكيلية، وزيادة على ذلك أن يوجد هناك متحف. دار الفنون هذه هي أيضا ورشة مفتوحة لتكوين الشباب الراغبين في صقل مواهبهم في مجالات عدة كالرسم والنحت وبعض الأعمال اليدوية. تعلمنا بزاف ديال الحوايج اللي هي دائما كتبقى في الطابع الفني، كما كتشوف حنا في التخصصات ديالنا كل واحد عنده التخصص ديالو، من ناحية ديال الفن، من ناحية ديال الأعمال اليدوية. أنا كنشتغل في المجال ديال التنشيط والأنيماسيون مع الدراري الصغار، وعلمتنا كيفاش العمل الجمعوي كيفاش كيكون، كتعامل مع الدراري الصغار، كتعامل مع الناس كبار، كيفاش خص الارتيست خص يكون ملموم من جميع النواحي. بدار الفن البقيع ايضا متحف يضم ادوات قديمه كانت تستعمل بقصور تافيلالتا، وسيستقبل هذا الفضاء عشرات الشباب الاوروبيين في اطار الاوراش الصيفيه المقبله. في الختام، من بين أبرز ما جاء في المواسائية، مواهب طنجة الرياضية تحظى باهتمام ملكي اليوم، أعطى جلالة